اليوم ليكيب ناسيونال بضربه حظ تلقى روحها في بارتي البراج اللي تنجم تهز المونديال، شنو رايك؟ والله ضربه حظي ككوره ما عملت شيء. والله مبروك، مبروك على تونس ومبروك على الشعب التونسي كامل اللي احنا ترشحنا بضربه حظ. ما تسحقهاش خاطر كايكيب ناقصه وانترينر ما عندناش جمله. ظهري ما نسحقوش، حضر ملعب ما عندناش ايكيب ناسيونال ما عندناش انترينر. راي ما حشيش بالترشح باش يجي كيف منك خاطر ما تجيش كيب ناسيونال ومعنا بالمعلول انا راه ليها مكشخه مش الكيب ناسيونال قاعده تكور، فهمتني؟ ضربه حد هذيا ماذا بينا انا بين معلول وجماعه يمشوا ارواحهم ويجيبوا ناس اخرين يخدموا الكيب ناسيونال، فهمت؟ وماذا بينا يقولوا الناس ناتر ماهوش من تونس. شكون ترشح كاسم مدرب في الفتره هذيا باش على الاقل ينجمش يمنع على الكيب ناسيونال ما نلقاوش حتى بلايصه للمونديال؟ والله انا راي انا جوير ولعبت كوره ومعناها قدرتي نفهم شويه معناها كوره، انا مع مدرب تونسي، مدرب تونسي في موجود عندنا خالد، ان شاء الله ان شاء الله يكون خالد بن يحيى كش متمنى. فما رود كرول احسن مدرب في تونس وفي افريقيا هو اللي قادر باش يقدم اضافه ان شاء الله للمنتخب. شهاب الليلي ولا خالد بن يحيى ولا كرول زاد، اما كرول صعيب كان يسيبوه سيسس. نبيل معلول ما نعرفش تسع جوارات في ليكيب ناسيونال كلها من كشخه. سامحني فيه نبيل معلول. والله ما نعرفش لو كان يجيبوا فلان تو يقولوا فالتين، لو كان يجيبوا هذاك نرجعوا لهذاك، فهمت ولا؟ حكايه فارغه، احنا نرجعوا للاصل، اصل البلاد واصل تونس واصل الكل، هي العمليه السياسيه، العمليه السياسيه داخله بعضها للتوب، فهمتني؟ وما تفهم حتى شيء، ولا عندنا علاش نربط ولا علاش نحلوا. شنو رايك في السياسه اللي دير نيرمون دخلت برشا 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 في الرياضه؟ حاجه مش باهيه، ديما لازم بوليتيك بعيد على السبور. والله ماذا بيا السياسه تبعد على الكره. خاطر الكرة عندها جماهير ومش تدخل بعضها تولي، فهمتني؟ والله فما عباد قاعدة تخدم في المصالح الحسبية نتاعها باش تظهر في الصورة وباش تكبر وباش نهار آخر تخدمها الحكاية هذيا في الانتخابات الجاية. خويا بعد ولا سياسة على الكرة كلهم اللي شادين المناصب هذوما كلهم في ما عندهم يد في السياسة، لازم كل تنحى تبعد على السياسة. الكرة باش تنجح ما كانش راهي مستفرعس. هي توكش قاعدين يعملوا معناها يرموا في لي جرون جوار ولي زونترونور معروفين والمحبوبين يرمي دخلوا فيهم استقبلوا فيهم في الاحزاب، معناها انت سي سا معناها انت مش تلقى شكر الواعر. مثلا عمل البيبيسي وقتها مع سليم الرياحي، معناها اللي يحبوا شكر الواعر العباد الكل استقطبها حزب سليم الرياحي، معناها توا اللي يحب مختار تليلي واللي يحب فوزي بن زرتي ونبيل معلول ماشيين نداء تونس. سي سا معناها تغاط السياسه، تغاط على الكوره. السياسي يخدم السياسه على روحه والسبورتيف يخدم الرياضه على روحه، كل واحد يكون عنده الاستقلاليه نتاعو. ياك الوقت نجمو نحاسبوا الرياضي، اما اذا دخل فيها السياسه ماش نجمو لا نحاسبوا الرياضي ولا نحاسبوا السياسي. السياسه تخدم على روحها والكره تخدم على روحها.